كل يوم 30 ل 50% من الاكل يلي عم بتم انتاجه بكل العالم عم بيروح هدر، عم بيروح على الزباله. فينا اليوم نبلش نخفف هالفود ويست بمطبخنا ببيتنا، بدل ما نكون عم نشتري اكل تيقدينا على شهر، فينا نجيب بس الخضره، الفواكه، كل اصناف الماكولات الطازه تتقدينا بس ليومين، وقتها يخلصوا نرجع منجيب غيرهم. وكل الليفت اوفرز يلي بيبقوا بالبراد عنا بدل ما نكبهم بالزباله فينا نحولهم لوصفه ثانيه، مثل اللوبيا بزيت. اذا بقيت بعد يومين او ثلاث ايام وما بقى حدا له نفس ياكلها، فينا نحطها بالبلندر، نزيد لها لبنه، زيت زيتون، نص افوكا، نخلطهم كلهم مع بعض ونقدمهم كدب مع ناتشوز، اما مع كراكرز، اما مع خيار وجزر.